يعني البالي أو غيره، فن الرقص بشكل عام في مصر الآن، يعني ما تقييم حضرتك له؟ احنا في دار الاوبرا المصريه في فرق الرقص بشكل عام او فرق الباليه، سواء باليه كلاسيكي او معاصر او تراثي، انا شايف انها مش عشان انا مسؤول عن دار الاوبرا، لا انا بتكلم ده حقيقي، في خطوه ايجابيه معموله للفرق دهيت، في نوع من الاحترام للفنانين الموجودين، للراقصين الموجودين، للفنانين الموجودين، بيعملوا عروض مميزه جدا، في شباب مميزين جدا بيعملوا عروض ممتازه جدا، عندنا اسماء بقت لامعه في الموضوع دوت، عندنا فرق قويه، يعني حضرتك لما تشوفي فرقه زي فرقه الباليه عروضها تقريبا ارش كومبليت كلها، وعروض عالميه، وفي ناس كتيره جدا بتبعت لي تقول لي احنا شفنا مثلا عرض روميو جوليت كان رائع عالمي، شفنا عرض كسر كان جميل جدا، شفنا بايديركا حلو جدا، شفنا كوميديا حاجه رائعه جدا، عروض متنوعه، عندنا ريبرتوار كبير او برنامج كبير بنختار منه وبيتغير من خلاله، يعني مثلا انا فاكر من اول ما الاوبرا اتفتحت واحنا بنعمل بحيره البجع مثلا، ايوه كان المسرح مليان جدا، انا اللي ما انساهوش ان انا كنت بشتغل في بحيره البجع، كنت بعمل زيجفريد او الامير زيجفريد، ففي مره ماشي في الاوبرا لقيت الدكتور سمير فرج منزل، ربنا يديله الصحه، منزل اعلان كده بيقول بيهني فرقه الباليه انها جابت ايراد كبير جدا خلال العروض اللي اتعملت في بحيره البجع، فده يعني ده برضك حاجه كانت كان الواحد بيبقى دايما متذكرها. احنا دلوقتي الحمد لله فرقه الباليه عامله شغل كويس جدا جدا جدا، وليها يعني بصمه مهمه جدا، فرقه الرقص الحديث بتقدم عروض مش اقل من العروض اللي بتقدم خارج مصر في اوروبا وامريكا، بتقدم عروض كويسه جدا، فرقه الفرسان بتقدم عروض رائعه، انا بتكلم بجد رائعه عن التراث المصري، بيقدموا مثلا رايه وسكينه، بيقدموا اخناتون، بيقدموا عروض مصريه جميله جدا. خارج هذا المكان، خارج دار الأوبرا الموجودة في وسط القاهرة، بيقدموا فين تاني في مصر؟ احنا عندنا بنقدم طبعا في اسكندريه وبنقدم في دمنهور، دي مسارحنا، زائد ان احنا بنقدم تقريبا في كل المحافظات، اما بيطلب مننا بنروح نقدم في المحافظات دهيت، بنقدم عروضنا في المحافظات دهيت، بس ما بتبقاش الريبرتوار بتاعنا، بيبقى بعض الحفلات معينه زي مثلا ليله مصريه، ليله مصريه بتاعتنا ده بيتقدم فيه رقصات فرعونيه ومعاها رقصات فلكلوريه، وبنمثل مصر خلال العروض دهيت تقريبا خلال ال 30 سنه او ال 33 سنه اللي فاتوا في الاوبرا، فرقه الباليه راحت اكتر من 60 بلد مثلوا مصر في بالعروض بتاعت ليله مصريه دهيت، وبيجي لنا جوابات ثناء كبيره جدا على الموضوع دوت، بجد الاجانب بيحبوها جدا وبتتقدم بشكل كويس جدا. احنا كمان عايزين المصريين الحقيقه يشوفوها ويحبوها. بيشوفوها، بس احنا طبعا يعني انا كواحد مسؤول عن الاوبرا وعن فرق الباليه، ببقى طبعا حابب ان انا اتكلم عن الباليهات اكتر من اتكلم عن الحاجات اللي احنا بنسافر بيها. انا بتكلم بصراحه، ببقى حابب ان انا اتكلم اقول لا احنا عندنا باليه بحيره البجع حلو جدا، عندنا كارمن كويس جدا، عندنا تانجو كويس جدا، عندنا شهرزاد كويس جدا، عندنا العروض بتاعتنا روميو وجولييت، كسرت البندق، بحب اتكلم دي العروض الكلاسيكيه الكلاسيكيه المعروفه المتوارثه يعني. الجديد بقى ايه الاضافه المصريه في هذا المجال؟ الاضافه المصريه ان احنا من سنه او سنتين عملنا عرض كليوباترا، كليوباترا ده عملناه بموسيقى مؤلف موسيقي مصري، وعملنا له موسيقى مخصوصه مصريه، موسيقى مؤلف مصري محمد سعد باشا، المايسترو محمد سعد باشا ألف موسيقى مصريه، وعملنا القصه مصريه، الليبريتو بتاع القصه مصري، كل حاجه مصريه، وتم تصميم العمل وعمل مصري بحت، ده عمل ناس اثنت عليه وقالوا عمل رائع وجميل جدا، وديكورات مصريه، كل حاجه مصريه، عندنا عده عروض تانيه بردك بنقدمها، كل سنه تقريبا بيبقى عندنا يا عرض يا عرضين لفرقه من فرق الرقص، بالمناسبه مش فرقه الباليه بس، لا يعني السنه دي عاملين شهرزاد، الاستاذ وليد عوني، اخراج الاستاذ وليد عوني، عامل شهرزاد حاجه عالميه، حاجه يعني شيك جدا، رائعه جدا، الناس بصراحه، وعملوا على المسرح دوت من حوالي شهر تقريبا او شهر ونص،
عمل شهرزاد حاجه جميله جدا 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 وعرض كويس جدا. عندنا عده عروض في فرق الرقص المسرح الحديث زي مثلا مولانا، زي الفيل الازرق، شهرزاد، عندنا فرقه الفرسان زي ما قلت لحضرتك، رايا وسكينه.